تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو هو جولة بسيارتي. وقت صورت لكم روتيني العطلة صورت بوقتها جولة بسيارتي، بس ما عجبتني ابدا لانه بوقتها قلت هي الكلمة. جلت فيراري كثير مريح لدرجة انه ممكن يسبكم ديسك وانتم قاعدين عليها. بس ما هيك بحبها كثير. عن انتم هلا لما عم تسمعوا عم تقولوا شو فيراري شو فيراري؟ شو القصة طيب؟ أول ما اشتريت سيارتي وأخذتها معي على الهاي سكول، بوقتها كنت بالهاي سكول، فوقتها عم يسمي سيارتك شيء، فيعني هيك اسم، كل وحدة هون عندها اسم لسيارتها، فأنا اسم سيارتي فيراري، ما بعرف حسيت الاسم حلو، وبعدين بيقول لك لما بتتفائل وكمان بتتوقع شغلات كثير حلوة للمستقبل بتصير معك. أول شيء نوع سيارتي جيب، للي متابعني من زمان بيعرف، ولكن اللي ما بتعرفوا إنه حرف البي مفقود مثل ما أنتم شايفين، فإذا شفتوني بالطريق هلا بتعرفوا سيارتي لأنه بس في موجود جي بدون حرف البي. شكلها من بعد يعني هي الجيب الليبرتي العادية، ولا رح أفرجيكم إياها من جوا. افتح السيارة. أوكي، هي سيارتي من جوا. فهون في جاكيتي هيك مشلوف عادي، وهون في القهوة لأنه أنا مدمنة قهوة، إذا بتسألوا قهوتي هي دبل دبل من تيم هورتن دائما بشربها. وهون في ورق، وهون في تليفوني، وهنيك في جزداني وورق كمان، ومن قدام هيك شكلها. اوكي، من ورا هيك، وهون في جاكيت بنين ما بعرف ليش هيك حاطته، وهون انا طبعا الشوفيره، ومن ورا هون في ال هلا افرجيكم اياه. طبعا قد ما بنظفها بتضلها وسخه لانه دائما في ثلوج عنا. ف هون في هي علب الكلوركس مشان اذا بدي نظف شغله عن جد يعني. هذا الشيء في شغلتين. هي العصايه خليني افرجيكم اياها، هي العصايه لتنظيف الثلج، يعني اذا نزل ثلج على سيارتي هون كله بيلزق ثلج، سو بدي اقعد امسح الثلج كله مشان اقدر سوق، ونظف كمان التايرز وهيك بنرجعها لانه كثير مهمه. وهذا الشيء، وكمان في هذا الشيء اللي هو مثل الجالون بتحطه فيه. صار على ايدي بنزين، شايفين؟ بنزين احتياط مشان اذا نسيت شيء مره تعبوا بنزين يكون في عندكم بنزين. طبعا هي النصيحه من واحد صاير في هذا الفصل وضل يبكي واتصل بالبوليس. انا بدي غيرها قريبا لانه بدي السياره اكبر شوي. اللي بيعرف السيارات يكتب لي تحت شو تجربته وشو السياره اللي بينصحني فيها، يعني بدي سياره على قدي مش انه فيراري، بس كمان رح سميها فيراري. وبكره رح نزل لكم فيديو جوله بغرفتي بكل التفاصيل، رح فرجيكم شغلات كثير انتم مش شايفينها، فبكره بنزل لكم اياه اذا وصل اليوم الفيديو هذا ل 100,000 لايك بنفس اليوم، فحطوا لايك، وشغله ثانيه اشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا، بالضغط على هذا الزر والجرس كمان. انا نور ستارز، هي قناتي، بحبكم، خيرات الله، بشوفكم وين وامتى؟ بالفيديو الجاي اذا وصل هذا الفيديو 100,000 بكره جوله بغرفتي ان شاء الله.